النهاردة بنبني مؤسسة كبيرة جداً جداً لعلاج السرطان في مصر، مستشفى 500 بالمجان للناس اللي بتتألم، للناس اللي بتعرفش تنام. احنا عايزين نعمل صدقة جارية. يعني ايه صدقة جارية؟ يعني احنا يوم ما موت يستمر ثواب الصدقة. تعالوا يا جماعة نضع لبنة في هذه المستشفى قدر ما تستطيع. رب درهم سبق 1000 درهم، ان شاء الله تتبرع بجنيه واحد، بس يلا لا نحرم أنفسنا هذا الأمر. مستشفى 500 أكبر مستشفى لعلاج السرطان، هتعالج كل الحالات كل الأعمار 100% بالمجان. اتبرع على حساب 500 في جميع البنوك المصرية.